نباتاتي دعدي أفرتون كأكتوبر حقيقة مركز أيضا لي ودينا يدرين كي يسكر هنا قنا صابتوه تذكر أنو يحق أنك نكاك دوانا وحقا لماهاني حادر أنها قوب جوغا أهم مركز تولي ودينا ما تتهم وقادنا أنا برضو مقرح دعاي قياس تلو كم ترى مجري إن قصتو مركز أوريسي ورك اللي وشاقي إني ملقا سليري برتلوماتك ملقا سوين لكن ديما كو غاديني مسك ديما كو دعان شان دقيق ديما شو سوغاري ودد اهل اي قراوي مو مودين بدد الى شقينا اي دد كلا اقاني قياس بحث الله اي قرحاس سيد عادي اهي شان قفا كل نوتي توقف نوتي لا توقف نوتي ان قياسنا اي مرقا قوب تيميد وان حادن وحا اركي يوحا اذا عادا هي سوشيال ميديا وحا كجيرا قرحا دعي لا توقف كل نوتي صابا لقرحي هوتيل لقرحي انت لقرحي الوهايا لكن ما هين مركا مرشي ميد قتل سفارين قدالك سوغري نكي يغاني يغاني وزيارة دا قرشين تقرنك لسمي هوري إلا سرد الصوب جيس كده كلي ميد كوا داتسي مركي اللي أدلان يبول حبي إلا مساجد كا لمدات ميد كوا يالا بابورت سرد اسكو ساريين كاقدران تحلي قرح دعي وضضو حياة جامعة قال قرح كوب وحقو دعي وقال قرح أنا صاب الله صابي لكن من ذلك يعني أرضي يرى سكولة يتدبي شرشان جير الحجرة هاي لبضا سيد بلامي قوى بيوح لبضا سيد بلامي قوى بيوح سيد كان بحايي كان بحايي لامي كلمة أسنا جاموها حلي هو حياة وليبا حلي قدوك عرابة يعني مركا مرشي مدو حارك مقالي دو قولي ليس خطر كان قدرك سوكالي خطر قدوك فديين عصر لما قادين عصر كالو دقاق ربي تطكي بالقن لامي يقول أولي لاي دكتي أولي لاي دكتي النور الجبناي يلامي يقول ماش قال إن ترى لامي هريدي سنحل لو قدر شذا لو قدرين دكتي أولي لاي قف أحوه وقرت ملاي نيجا قعنك أي البوليس كانوا عليا ورماش أنا مصيبة كده عادي وردا إلهي تقان الوح أرد الله لو حارتهم خلاص وقفت ورمدا لو قلمت قدرنا كسر قلي نيجي أرادين إني ميت كده مش قاركي وحسن بل من ده وحول مجنا مصابحش صامك أبناك نبي طبقة يوم ودين سين عرضوا المال ميت كداي قفنا المال على طريقه ماي لامي كذا كويس بعدين كويسة وحقو قاضي نم باللامي لامي وأنت جبتي سدي بيه وصعبة أقول لي لما تجيت حبتك شرطة ضدك يا العيلة ضدك يا قص قصي عاي ضدك هو ذا قلنا وهذا جمارة وحولي أنا أرك من قل حتى دون إليه تي في فرصتين وأنت سو كلام أنا أرك waxaa bilowday ambulance tabeed ambulance lama ogol aniga midki markaa bixinay waxa ay cuntay weesay inaan mid qof dhinto oo dhinto dadka noola ma dhaawac ah amin qof dhinto oo dhinto soo laaba maali kadib waxa walaal sheegay dad asku shaqeeyeen in meesha ku jira dad maxay tahay guri Soomaali ku yaala oo geer geer ma yareed فريلاتن ساق وتقنا صوته بتكي قول منها ينكوجي من قفا قاد متقام لقى حد يدق فرستين هوتلكي هوتل سفاري ودمي القدمي بتكي وها الله ين ورنتا كوجرنا انت كوجرنا هذا الكود بسينا كو صعدة لا ميجي قول له يدق دربي دو بوس قلاين وها إيمان سب بابور بابور تان محل هذا بالدوسرت بالدوسر محل كي كرت dad shub idaa ku fadhiyeen ma lagu talagalay waxa lagu talagalay wiishki gacan kala hayo qaaday dadka ma ku saasiirada intii noolad ba jiqiiq asilada nafta ka baxay dadno noole edile gurmadka inta leeka kaga daranta gurmadka maash ina kari oo dowladda qabsab laba ahaayeen gurmad baan dalqabeen waxa yimaadeen almost 1 hour kadib dadka oo la yahay halcay goor xaqiiqo samarayaan gurmad ahaan dadku mood dalku mood diyaarsan gurmad mood diyaarsan masiib qarna meel ay ka diyaarsan tahay ma wajin Soomaaliya hadii wax ka dhacaan gurmad ugu soo horay waa la sac sawta gudayn ku xirin ma ku xirad ajama dhacay wadin ku saxir meel dadki dibaato ma sheekada hadii ma kale baato kale hadii dadki waxa leeyahay mid kala arush qof kasta waa sax qof guri joogo ma jirin
sababtoo ah qof kiisi qof meel ku hoomalay laakiin ummadii qof ku yitamalay qiyaasta saas leeyahay 7 maalmood udoorta wadad waxne soo bageliga wadad xirne qof shaqo tagay qof meel aad malay sababtoo ah qofkaas qofkiisi waa wax ka daran malay qofkaagii muuqda hadda heshay muuqda waa qancin leh laakiin qofkaaga aad ahayn dadka aniga waxa ku jiray qaasad dad ehelkii oo qaybo hoos aanay inay adarkii ku jiray waxa ku jiray dad aan saacada ka hor ila ballamay ma dhahay qadan doona sidee saacad ahayd oo degasto wiil tikidii aan dadsi oo ku soo laabana gaariga qaraxa markii dib loo baarin waxa loo ogaaday gaariga qaraxa inuu ku xigay saddexdoodii saameyn ugu yaalad sababtoo ah jidka waa marinka shaqadeeda iyo gurigeeda waa maran asagoo go'an asagoo la dhisayo asagoo dhiiggii ka soo uraayo saameynta ugu yaalad ilaa hadda meelo waa rumaysa waya maran waxaa sida meeshan isaga guurta sababtoo ah dadkii aad taqaan ehelka aad taqaan saaxiibad dadkii aan ka ganacsan jiray wax ka gadan jiray familan oo 7 qof ka kooban hal qof uusan ka badbaadin oo dukaan meesha ku lahaa ka waran dad waxaa jira saameynta weliba waxaa kuu sii badinaya badan darsanayna ku jiray ayagu guban ee meesha ku ganacsanaya bartii fadhiyaan nin waxaa ku jiray asaga xaaskiisa wadada ku ganacsanaya loo sii gadayan horta gabadha waa dhimata asagana waa gubtay labadoo gubtayn laakiin asagayaa xoogay waxaa nu dhihin fariyihiisi ninkii soo batagan saacaddan la jooga u arkaa bartii fadhiya isgooska meesha uloo leexanaya taleex buluxii meesha loogu leexana fadhiyan asagoo gamaaray gubto meesha fadhiyaan markasoo saameynta ma dareemaysa ma saameynta ka haareysa hadii aad dadkii arkaysa hadii aad dadkii lugta go'ay haddaa arta qofkii gubtay haddaa arta qofkii degiis go'ay bartii fadhiya waxaa kaloo cajaab ahayd oo marnaba aanay loobi karin waxaa ka mid ahaa dadka siday u madoobeen qof kastaan ku isbitaaladii dadaa waxay keenaan caano bariis cabitaan waxba ay la keenaan dadkii shacabkii iyo waxaas dhexe gala ciidankii lagala baqi maayo lasdiidi maayo waa taa aragteen oo dadka ninka kolay media kala socoteen madaxdii la weynaysay xaggee amni darrey amni laga sheegaaba ummaddii dalkii wax ka dhacay xasuuq qaran dhacay xasuuq qaran dhacay gurmad qaran dhacay ummaddii isu gurmad soomaali isu gurmad meel kastoo joogta isu dowladda islaamka iyo dariska inta waa gurmadeen haddaan la gurma lahayn intaa artaxta mahaateen waxyaabaa laga bari karo waxaa ka mid ah maadaama dhib inta lagu dhacay bulshadii iyo dowladdii iyo dhammaan inta bulshada qaybeeda kala duwan waxay ka barkaasi kaas arintas kale soo dhicin oo in mataqaanaa dadka isku xirnadaan istaageeraan isu muujiyaan isku naxaysaan soomaali waxaa meeshan gaarsiiyey isku tanaasul la-aan waa qabiil iyo qormoon.